أخبار اليوم. مايسترو سليم سحاب، أهلا بك في أخبار اليوم. أهلا بكم. كنا عايزين نعرف النهاردة إيه إحساسك وأنت بتشاركهم الاحتفالية؟ أنا بمنتهى السعادة فعلا، أنه فوجئت بالقدرات اللي عند الأطفال دي، حاجة فعلا، بالذات آخر المسرحية الموسيقية اللي قدموها. طبعا احنا عارفين كله أنه بلاي باك، بس قاعدين يمثلوا أنه بيغنوا، الاتقان غير طبيعي لللبسينج مع كلام الأغنية. بعدين حاجة لفتت للنظر، عندهم إحساس الإيقاع غريب، زي الساعة ماشيين بالإيقاع عندهم على أعلى مستوى يعني. فكنت سعيد جدا، وطبعا مفاجأة ليا، وإن شاء الله لا لازم يعني لازم نحط كل إمكانياتنا في خدمتهم الأولاد دي بجد. حضرتك من خلال ما شفتهم يعني وشفت إمكانياتهم، إيه اللي ممكن حضرتك الفترة الجاية هتقدمه لهم؟ لا إن شاء الله ممكن أنا يعني كقائد كورال وأوركسترا ممكن نهتم بالكورال بتاعهم، يعني نخليه على أرفع مستوى إن شاء الله.